يسعد صباحكم عن جديد. يعني اهالي كثار بيزوروا عيادات الاطباء ليسالوهم عن نمو اطفالهم وابنائهم، هل هو طبيعي او هو دون المستوى المطلوب؟ على الرغم من كون قصر القامه هو موضوع ما هو خطير صحيا او على صحه الانسان، ولكن الناس بتهتم فيه اكيد لاسباب نفسيه وشخصيه. تماما، وبحاله ممكن يكون في له منشا صحي ولازم ياخذوه بعين الاعتبار، ولكن بحاله الحيره يلي بترافق الاهالي بوقت نمو اطفالهم بيجي دور الطبيب ليوضح وينصح بحول اسباب قصر القامه ويقدم حلول وعلاجات مناسبه. كرمال هيك رح نحكي عن الموضوع مع دكتور زياد زوده، استشاري بامراض الغدد الصم والسكري، حول قصر القامه وتقييمه وعلاجاته. اهلا وسهلا دكتور. يسعد صباحك ورد. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك معنا. خلينا شوي نبدا بالتعريف الطبي لموضوع قصر القامه، شو بنقصد فيه؟ هلا بدي اقول شغله كثير مهمه، كنت عم تقولي رنا انه شيء جمالي. نحن يعني القامه بتعكس الصحه، دائما بنقول اذا في عندنا مشكله بالقامه بدنا ندور على سبب عضوي، هي شغله كثير مهمه. معناتها في مشكله خلف هذا الموضوع عضويه غالبا. هلا طبعا اذا كان في عندنا شيء عائلي، اذا الوالده ناعمه بالطول الوالد وفي كمان زواج اقارب، رح تكون تنعكس الامور بشكل سلبي على طول طفلنا او طفلتنا. والشغله الهامه كثير انه بيراجعونا باعمار متقدمه، انه كثير الجده الجد الاقارب الجيران انه طولوا بالكم، بكره بس تكبر، بكره بس يكبر، بيشد طول بيمشي الحال. تمام. وهذا يعني عكس المنطق تماما. كل ما راجعنا بعمر باكر نسبيا كل ما قدرنا نفيد طفلنا او طفلتنا. تمام. لانه بعد البلوغ بسنه ونص لسنتين بتتسكر المشاشات. بقى هي شغله كثير مهمه، يعني انا بس عمري 16، انا بس عمري 15، طيب من ايمتى صار عندك بلوغ؟ ومن ايمتى صار عندك بلوغ؟ من 3 سنين دكتور، انا بصف التاسع، من الصف السادس صار عندي بلوغ. فاتنا القطار، ما عاد نقدر نساوي شيء. بقى هي شغله كثير مهمه، لانه نحن بكل مفصل من المفاصل من وقت ما بنولد لبعد البلوغ تقريبا بسنة ونص عنا غضروف، هالغضروف بيعطي عضم لجهتي المفصل بشكل متناسق، مشان هيك مطول بشكل متناسق. بس هالغضروف بيتحول لعضم يتصلب معناتها ما عاد نقدر نساوي شيء. تماما، بقى هي لازم دائما تكون بذهن ناخذها بعين الاعتبار. وبعدين الشغله كمان كثير عم نشوفها انه عم يصير بلوغ بعمر ابكر وابكر. هلا بهي الفترات دكتور عم يبكر موضوع البلوغ عند الشباب والبنات حتى، يعني في مشكله فعلا بهذا الموضوع. هلا نمط حياتنا رنا هو اللي عم يلعب الحياه، زياده الوزن بتسرع بالبلوغ، عدم الحركه، الرياضيين المحترفين بيتاخر عندهم البلوغ، هي شغله معروفه، كل ما قعدنا اكثر كل ما زاد وزننا اكثر، كل ما اخذنا وجبات فيها سعرات حراريه اكثر، كمان حراره الطقس كل ما زادت الحرارة، حرارة الجو، كل هالعوامل بتلعب دور طبعاً. انه بتسرع نمط حياتنا، الاكل اللي مليان هرمونات اللي صار، المواد الحافظة اللي بالاكل تماما اللي بتاكد عليها دكتور. بعدين في شغلة كثير مهمة، التحري عن عمل الغدة الدرقية، دائما بكل برامجنا بنقول لازم بالعشرة ايام الاولى من حياة الوليد نعمل تي اس اتش، دائما لازم نعمله، وحتى يعني طلبنا من وزارة الصحة ما تعطي شهادة ولادة للأهل إذا ما نعمل تي اس اتش قبل ما يتخرج الوليد من المشفى. تمام. لأنه كمان كثير حالات عم نشوف في عنا قصور درق، كل 1000 طفل في طفل عم يولد عنده قصور درق من وقت الولادة. تمام. ما بيبين، يعني الطفل غير قادر على التعبير الوليد. كرمال هيك لازم يكون من الفحوصات الأساسية والجوهرية. تمام. قبل تخريج الوليد من المشفى، لأنه بيؤدي لأمراض ثانية نحن بغنى عنها. نرجع لقصر القامة دكتور، عيال معروفة إنه ما عندها الطول الزايد، ما بعرف نسبة الطول ببلادنا قديش بتتراوح بالنسبة للذكر أو الأنثى، ولكن إذا في وليد لأبوين ما لهم طوال القامة، في وسيلة معينة ليعطوها إياها للطفل حتى يطلع طويل؟ تماما، هلا نحن بدنا نرجع كمان نقول على قواعد نقولها دائما حتى نعرف إذا طفلنا من وقت ما بيولد الوليد طوله الوسطي حوالي 50 سنتي، بيكسب بالسنة الأولى يعني بس يصير عمره سنة بصير طوله 75 سنتي، مشان كل مشاهدينا ياخذوا فكره يكون في شيء تقريبي. تماما، بس يصير عمره سنتين بيكسب 10 سنتي بالسنه الثانيه، يعني بصير طوله 85، بنهايه السنه الثالثه بصير 95، بعدين كل سنه بيكسب 5 سنتي. كثير سهل، اول ما بيولد 50 بنهايه السنه الاولى 75، بعدين 85، 95، بعدين 5 5 5 كل سنه. تمام. هلا اذا نحن
طفلنا بالروضة لقينا انه من هو صغير اكثر من رفقاته اللي بعمره من الاقران اللي بنفس العمر. تماماً. تمام بدنا نراجع طبيبنا. نحن يعني في عنا وسائل علاجية متحرك، في عنا سبب عضوي ولا بس انه طول الام وطول الاب؟ هلا حتى اعطاء هرمون النمو اللي بنحكي عليه لاحقا اخذ FDA approved لحالات قصر القامة العائلي. تماما بس طبعا وقت ينعطى بجرعات معينة بالتوقيت الصح تماما وباستشارة طبيب الغدد. تمام. طيب دكتور نحن اليوم عم نحكي معناتها على حالة خلينا نقول هي اكيد ممكن تكون كثير موجودة مثل ما انه ممكن تكون حتى مزعجة للاهالي، ممكن يكون علاجها جدا بسيط بالمراحل الاولى خلينا نقول او بالاعمار الصغيرة عند الاطفال. اذا نحن انتبهنا بالسنة الاولى كان الطفل ما كثير عم يكتسب طول، بالسنة الثانية كمان ما عم يوصل خلينا نقول للمقاييس العالمية بشكل عام لموضوع الطول، إمتى لازم يكون في استشارة طبيب بهذا الموضوع؟ يعني نحن اليوم عم نحكي على سنة وسنتين، بيقول لك الأهل لسه وينك وين؟ لسه بيطول الولد مثل ما بلشت حضرتك دكتور بالبداية. رنا بدنا نتأكد إنه الطفل ما عنده أي خلل، مو بس خلل هرموني. نحن إذا الطفل عنده سوء امتصاص، إذا عنده مشاكل هضمية، عنده إقياءات، عنده إسهالات، عنده عم يرشح عم يجرب بشكل متكرر، والشيء الخاطئ والشائع انه طفلنا نحن مجرد ما صار معه شويه التهاب بنجيب له دواء التهاب من الصيدليه بدون ما نروح لعند طبيبنا. نحن بنعرف انه في عندنا بكتيريا صديقه للامعاء موجوده وهي بتعطي هرمونات مفيده للجسم بتقوي مناعتنا. اعطاء الصادات الحيويه بشكل عشوائي تقتل البكتيريا النافعة وبالتالي بتأثر بشكل سلبي وبتأثر على امتصاص الفيتامينات والمعادن، نقص الفيتامين د، نقص الحديد، نقص الكالسيوم. إذا طفلنا أوقات ما عم ياكل بنضل نعطيه حليب، الحليب لعمر معين جيد بس بعدين ما نو كافي لوحده، لازم ندخله. حتى دكتور بعتذر على المقاطعه انه تحديدا ذكرت حضرتك فيتامين د، لانه بالسنوات الاخيره صرنا نشوف انه الطفل من الايام الاولى بينعطى فيتامين د لانه عم يكون في نقص كبير بهذا الفيتامين. تماما. عشان هيك نحن طبيب الاطفال وقت عم يعطيه لقاحاته عم يشوف هو القطر الجمجمي، عم يشوف المحيط الراس، يعني بقصد عم يشوف طوله، عم يشوف وزنه، عم يشوف اذا عنده مشاكل، وبالتالي عم نطلب تحاليل معينه نقدر نتوجه ونصلح هالخلل. تمام. هلا اذا تصلح الخلل مثلا السكري عند الاطفال كمان موجود اذا ما كان عم ياخذ الانسولينات الحديثه، لانه الانسولين المختلط يلي بضل بيطلع السكر وبينزل بنفس النهار كمان بيلعب دور سلبي بطول الطفل. صحيح، كله بيلعب دور. بيلعب دور، هي كلها بدنا نصلحها وبالتالي بنقدر نساعد طفلنا. تمام. دكتور خود على هالسؤال بقى. خود على هالسؤال وسكر العياده من بعده. دكتور عطيته لابني الابره اللي بتنشرب شرب، ابره الطول هي اسمها. عطيته لابني ابر الطول، في شيء اسمه ابر الطول؟ في شيء عن جد هي الانبوله اللي بكسرها وبشربها انا بقوم بنام بفيق بطول 10 سنتيمتر؟ هلا ما حدا بيطول، نحن كنا عم نقول ورد انه الطفل الطبيعي بيطول بالسنه 5 سنتي بعد السنه الثالثه. ما حدا بيطول. شو هدول الابر اللي بكسرهم؟ هلا هي عباره عن حمود امينيه اسمها معينه، تركيبها ارجينين او ارجينور او يلي بدنا. في حمود امينيه موجوده باللحمه، موجوده ببياض البيض، موجوده بس مانا هي للطول. يعني كنا من سنوات قديمه نعطي بكسره، ما كان عندنا امكانيه لاعطاء ادويه فعاله اكثر. بس الارجينين والارجيفول ودول اذا قبلنا عم ياكل بشكل جيد احسن بكثير ما نعطيها الابر يلي غالية وما لها تأثير الكبير. ما رح يستفيد كثير منها الحقيقة، حتى ما في يعني مثل البلاسيبو، يعني هي علاج وهمي. علاج وهمي انه نحن حتى نعطي انه عم نعطي شيء بس ما نعطي شيء فعال. نحن نتأكد فعلا ابننا شو عنده، يعني اذا نحن عم نعطيه هي الابر وعم نعطيه دواء التهاب وهي يوميا بنشوفنا اوقات مشكلة حطيناه حبة او حبتين او معلقة او معلقتين، سوينا مقاومة لعمل. طيب الصادات اللي دكتور لما بيجي لعندك اهالي وعندهم ابن او ابنه بلشوا بمرحله البلوغ وكان هذه المرحله ما لازم هلا يبلغوا فيها، في شيء لنوقف عمليه طبعاً البلوغ؟ شو بنعمل؟ طبعا طبعا نحن بنعرف انه الغده النخاميه هي الامره لكل الغدد، وقت نحن بيكون في عندنا علامات، يعني ما بصير بين يوم والثاني انه والله اجت الدوره الشهريه للبنت، اكيد في علامات سابقه لهذا. تماما، بيطلع شعر بالمنطقه العانيه بالبدايه، الثديين
ببلشوا يظهروا، بيطلع الشعر تحت الأبط، رائحة الطفل أو الطفلة بصير مثل رائحة البالغين. وقتها لازم نراجع طبيبنا، ما ننتظر لتفاقم الأمور أكثر، نعمل تحليل الـ FSH مرتفع، الاستراديول مرتفع، التستوستيرون عند الصبي مرتفع، فينا نعطي وقتها إبر موجودة بالعالم من 40 سنة هي من 50 سنة ما لها أي تأثير جانب، بشكل فيزيولوجي بتأخر البلوغ للعمر الطبيعي مناسب. لأنه شو بيصير نحن؟ أوقات طفلنا أو طفلتنا بيكونوا بهالعمر هن يمكن أطول من أقرانهم، بس هن مرحلة مؤقتة لأنه صار بلوغهم قبل بوقت. تمام. وبالتالي رفقاتهم رح يبلغوا بعمر مناسب أكثر ورح يكملوا بالطول، بينما نحن طفلنا يوقفوا عند هذا الحد. طب دكتور، هذا يعني إيقاف البلوغ خلينا نقول هو ممكن يكون في له كمان آثار جانبية؟ يعني اليوم الأهل بيخافوا، ما رح ننكر إنه الأهل ممكن يخافوا إنه أنا ليش لعرض ابني مثلا لدواء، خلص مثلا يبلغ بهالعمر ماشي الحال، ما له آثار. هو ما إنه هو تأخير البلوغ للعمر الفيزيولوجي رنا، ما إنه إيقافه، وتكون الدواء موجود بالعالم من عشرات السنين. تمام. هالدواء درس بشكل كتير جيد، وبالتالي ما له أي تأثيرات جانبية أبداً. إحنا عنا كانوا يراجعونا كتير بنات، يعني أنا بعياتي مثلاً من 20 سنة كانوا يراجعونا وأخرنا لهم بلوغهم بعد يصير بعمر الفيزيولوجي، وبعدين صار بلوغهم بشكل طبيعي وتزوجوا أنجبوا، لا بيساوي عقم ولا لا بيساوي خلل بالهرمونات ولا بعمرنا بنلعب بالهرمونات. هالكلمة بنسمعها بشكل يومي، بنصلح أداء تماماً دكتور، ما بدي نلعب له بهرموناته، ما هو عنده أو عندها خلل معين لازم يتصلح. نحن بدنا نظبط الهرمونات تماماً. تمام. ما بدنا نلعب، هو هرموناته مختلة يعني، فنحن عم نرجعها للريتم الصح. طيب دكتور، في نمط حياة بتأكد عليه حضرتك على طول بيخلي ابننا يعيش بنمط صحي ويطول وينمو بشكل طبيعي ومعتاد عليه، شو الأخطاء غير موضوع الأكل والشرب اللي عم يكونوا فيها أبنائنا اليوم وما عم يطولوا؟ هلأ موضوع، نرجع موضوع الأكل كتير مهم أساسي نحن وضروري. طبعاً نحن كل ما أخذنا سعرات حرورية أكتر كل ما زاد وزننا أكتر، وبالطبقة الشحمية تحت الجلد عم بيتحول الهرمون الأنثوي لهرمون ذكري عند البنت، والهرمون الذكري لهرمون أنثوي عند الذكر، عم نشوفها كتير هي. صح. وقلنا نحن الرياضيين المحترفين كل واحد ما تحرك أكتر كل ما تأخر بلوغه. بيقولوا لك بنتي، عفواً من هالكلمة المتداولة، تسترجل إذا لعبت رياضة. بالعكس، نحن الرياضة هي رح تأخر البلوغ. هي معروفة عالمياً ومدروسة، أي رياضي محترف بلوغه رح يكون بعد بسنة أو سنتين عن أي شخص بعمره، وكل ما كان رياضة. كل ما كان محترف أكثر، يعني كل ما كان عم يتمرن أكثر وعم يمارس رياضة أكثر. نعلم أولادنا إنه يعني من عمر صغير أوكي. مهم مثل الدراسة مثل هي. صحيح. بعدين الموسيقى الصاخبة لها دور كتير سيء بهالموضوع، الملونات والمواد الحافظة كمان لها دور. النوم الأساسي جدا. تماماً. لأنه نحن بنعرف إنه هرمون النمو ينفرز بالليل. كل ما عم يعني أطفالنا صايرين بيسهروا بالليل، وخاصة بس يكون في عطل وبيناموا لوقت متأخر، هي كلها بتأثر على كتير صحتهم كتير كمان سلبية. صحيح. بتأثر على تمام دكتور، بشكل كتير سريع لنرجع لموضوع قصر القامة، العلاج بهي الحالات وقت نحن نكتشف هي المشكلة كيف بيكون العلاج؟ نحن إذا عنا خلل معين بدنا نصلحه، إذا مثل ما قلنا عنا TSH مرتفع يعني عنا قصور درق لازم يصلح، عنا سوء امتصاص لازم يتدبر، عنا داء سكري غير مضبوط لازم نعطيه الانسولينات الحديثة. هلا صفي ما عنا أي خلل، عنا قصر قامة عائلي، عنا بدنا نعطي هرمون النمو. هرمون النمو بينعطى بشكل يومي، كنا قبل الأزمة نعطيه بشكل يومي حصرا، هلا عم نعطيه أوقات يوم يوم لا، وتكون في عنا لأنه مكلف ماديا نسبيا، بس ما بصير نعطيه مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع ما بنستفاد. هي الشغلة كتير مهمة، هرمون النمو ما بيساوي عقم، هرمون النمو ما بيطلع شعر بالجسم، لأن ما هو هرمون جنسي. الرياضيين بصراحة دكتور بيني وبينك يعني هو وليس السر ما بيقطعوا أبداً هرمون النمو، بياخذوه لحالات حتى باستشارات طبية أحياناً وبكتير أحيان خارج الاستشارات الطبية. بس إنه يعني السؤال اللي بنسأله دائماً ورد إنه أنا عم بيطلع شعر بالجسم أكثر وقت أخذنا هرمون النمو. له علاقة هرمون النمو؟ لا أبداً ما له علاقة. هرمون النمو
ليس هو هرمون جنسي. طح. لا بيطلع شعر بالجسم ولا حالة من الحالات سوى فيها عقم. أوكي. تماماً. هي بدنا نعرفها ونحطها بذهننا دائماً. تمام. ما ضل غير نتشكرك كثير لوجودك معنا دكتور. نتمنى صحة وسلامة لكل الأطفال وأهليهم. أهلا وسهلا فيك. شكراً. 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 أهلا وسهلا فيك معنا.